برضو الناس اللي هم مش قادرين يجوا او مش هيقدروا يجوا عندنا القاهرة، فبيبقوا عندهم برضو بعض التساؤلات، عايز علاج للحالة بتاعته قبل ما يجي للقاهرة، او يعني هو مش هيقدر يجي القاهرة نتيجة اي ظروف اقتصادية او غيرها. فطبعا ممكن ان هو يقول لنا مثلا ان هو مريض بالغضروف، مريض بالركبة، انا اقدر ابعت له العلاج المبدئي، علاج بسيط ما يضروش خالص، لكن غير مسموح طبعا ان احنا نشخص عبر الانترنت. يعني ما ينفعش مريض يبعت لي رنين مغناطيسي وانا اشخص هو عنده ايه وبعدين ابعت له العلاج، كل ده ممكن يعمل اخطاء ويضر المريض. لكن انت لو عندك طبيب في البلد اللي انت فيها، انت كشفت عنده قال لك عندك انزلاق غضروفي، انا مش مسؤول عن التشخيص، انت هتبعت لي ممكن اديك علاج مبدئي يقول لك ده علاج للانزلاق الغضروفي، ممكن ما يضركش ولا حاجة، او انت عندك خشونة في ركبتك او تآكل في ركبتك، فالعلاج ده علاج مبدئي نقدر اتعاون معاك، لكن ما شخصش الحالة. يعني ما ينفعش تبقى انت في بلد تانية خالص وبعت لي الحاجات وانا شخصها، لان ده ممكن يعمل اخطاء وممكن اوصف علاج غلط.